الذي يحب الخير للناس يبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم لصحابي: أتحب الجنة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأحب للناس ما تحب لنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أخواتي تكونوا في أحسن الأحوال، نتوما والعائلة ديالكم وكل ما عز عليكم. قبل ما ندخلوا لا فيديو، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم ارحم والدي وارحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اليوم فيديو جديد على القناة البنات. نتمنى هذا الفيديو تنال الإعجاب ديالكم. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا هذه القناة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسونيش من جيم أو البصيمة. الله يخليكم ليا ويحفظكم من كل شر. المهم البنات، غادي نبدأ لكم لا فيديو بالتحدي اللي كنا هضرنا عليه. أنا قد التحدي وغادي نبداه. نشوفوا شكون اللي غادي تبدا معايا هذا التحدي يعني تقاتل مع راسها وتوفر شي شويه. المهم البنات، بالنسبه للتحدي اللي كنا هضرنا عليه، التحدي ديال نص مليون اولا نص مليون ومعاه شي 500 درهم تقريبا. كيف ما كتشوفوا انا سطرت هنايا بعض الجداول، سطرت هكا غير 3 شهور، مازال غادي نزيد نسطر، عاود نزيد نسطر وحدين اخرين بين ما ساليت هادو نسطر وحدين اخرين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الجداول. ممكن الا ما عندكش الوقت ولا ما بغيتيش تسطري الجداول، غادي تبقاي ديري غير الحساب هكايا غير عشوائي، شهر بشهر تكمليه، نقزي شهر اخر وانت غادي غير باش ما تلفيش، تعرفي راسك اشنو كتحطي وشنو ما كتحطيش. وهنايا جبت واحد جوج ديال الحصالات ديال البلاستيك، وحده كبيره وحده صغيره. المهم ناويين نعمرو كبيره وتبقى لنا الصغيره حتى هي نزيدو نعمروها. المهم البنات، بالنسبه لهذا التحدي هذا كيف ما شفتوا معايا، انا عندي هذا الصريف هذا وغادي ننزلو يعني في هذه الحصاله هذه. حطيت المهم راه بديت من الشهر الثالث، ولكن ماشي مشكله، راه فحال الشهر الاول فحال الثالث فحال. المهم انا درت لهم اسماء. بالنسبه للشهر الاول، بالنسبه عفوا النهار الاول فحطيت درهم، النهار الثاني جوج دراهم، والنهار الثالث غادي نحط 3 دراهم كيف ما كتشوفوا. واللي حطيتها كنضرب عليها في داك الجدول، هنايا بقات لي هاد 10 دراهم، شنو غندير بها؟ انا ما محتاجاش غنشري بها شي حاجه، ياك غادي نحطها حتى هي غادي نوفرها. غادي نمشي للخانه اللي فيها 10 ديال الدراهم وغادي نضرب عليها وغادي ننزلها تمايا. يعني ماشي ضروري تمشيو بالتسلسل، يعني تمشيو بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة اللي تحت ليك، يعني في يدك اللي طاحت لك في يدك نزليها وضربي عليها في الجدول. ممكن تبداي بالأرقام كبار، ممكن تبداي، المهم راه أكبر رقم هنا هو 30 درهم. صافي البنات، هادشي اللي كاين. ان شاء الله يكون زعما مفهوم هذا التحدي هذا. المهم راني كنهز داك الطابلو باش تشوفوا، ولكن ما نعرفوش بان شي حاجه ولا ما بانش. غادي نبداو بهاد الحصاله هذه، كما سبق لي قلت لكم غادي نديرو حصالات غير ديال البلاستيك، حيت غادي نحاول ننزل فيهم غير الفلوس، يعني غير الصرف، ما غاديش نبقى ننزل الاوراق، ونخافهم يتصداو ولا شي حاجه مع داك الحصاله ديال القصدير. غادي نعمروا الاولى، اكيد انها ما غاديش تكفانا بالنسبه للعام ان شاء الله الا بقينا في الحياه. وبالنسبه لهنايا البنات، كنت صورت لكم نهار صورت لكم الفيديو ديال التقضيه. المهم شكرا البنات، بالنسبه للبنات اللي دخلوا عندي اللي تفاعلوا مع الفيديو، شكرا لكم على اللايكات ديالكم، شكرا على التعليقات، ومرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا عندي في القناه، مرحبا والف مرحبا. ومرحبا بالناس حتى اللي كاينين معايا من شحال هذه، فحتى نتوما مالين الدار، مرحبا بكم والف مرحبا. جيت هنايا نشارك معكم شنو غادي نزيد هذا الشهر في الكرتونه ديال رمضان ان شاء الله يا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. غادي تشوفوا معايا شنو غادي نزيد في هذه الكريتينه هذا الشهر، مادام انني الشهر اللي فات قلت لكم غادي نخصص واحد 50 درهم، غادي نبقى نشريها هكايا سلعه ونزيدها في الكرتونه رمضان ان شاء الله يا سيدي ربي.
والصراحه هذاك الشيء اللي درت بالنسبه للبنات الجداد اللي دخلوا معايا، غادي نشارك معكم شنو وفرت من الشهر اللي فات. الشهر اللي فات فداك الشيء اللي بقى ليا من السلعه ديال الشهر هو اللي حطيته في الكرتونه، هو باش بديت عاد هذا الشهر بديت بخمسين درهم. المهم البنات، بالنسبه للسكر كان عندي ثلاثة ديال البواكي شاطولية، وبالنسبة لذلك أتاي كبير ديال السكيلو هو شايط ليا من الشهر اللي فات، وهاد الشعرية الصينية هنا يعود ذلك الفلون فين ما كانت شايط ليا كواحد البويكية ولا الجباكيات كنحطهم. الأهم في هادشي كامل هو أنني نشوف التاريخ، نشوف التاريخ بعيد على رمضان بزاف باش ماشي نحط، يعني نحاول أنني نوفر لسيدنا رمضان ولكن نلقاهم فات لهم التاريخ. والصراحه وهذاك لي بات الاولى حتى هي وفرتها من الشهر اللي فات. بالنسبه ل 50 درهم ديال هذا الشهر شريت منها هذه الشعريه، هذه الشعريه دايره شي 7 درهم فاصلة شي سنتيمات، نقولوا 8 درهم، شريتها من بيم، بنت لي في لومبالاج والتاريخ ديالها بعيد، وخديتها هكا نبقى نديرها في الحريره ان شاء الله الى وصلنا ان شاء الله لرمضان. الا ما وصلنا ليش اكيد كاين اللي غادي يستهلك هاد السلعه هادي، ما غاديش تجلس تضيع. هاد الشيء اللي كاين البنات. وبالنسبه للحمص فانا باقي عندي الحمص اللي شريت من الشهر اللي فات ورطبته، باقي عندي في المجمد. صافي هاد الحمص هذا جبت كيلو هاد الشهر هذا، وكيبان ليا دابا وساعه كيتزاد، جبت منه البنات كيلو وغادي نحتفظ به ان شاء الله لرمضان، غادي نعتبره ما كاينش. هذا الشيء اللي كاين البنات. بالنسبه للحمص راني خديته ب 22 درهم، وخديت هذه الرافعه حتى هي خديتها من ديك 50 درهم وغادي نحتفظ بها. وخديت هنا الزبده البلديه، الصراحه هذه ما كانتش داخله في التقضيه، خديت واحد نص كيلو ب 50 درهم وغادي نقسمه على جوج، يعني النص غادي ناكلو والنص الاخر غادي ندير به السمن وغادي نحتفظ به حتى هو رمضان، حيت باقي عندي السمن كاين عندي في الكونجيلاتور يعني من العام اللي فات. هنا بالنسبه للزيت هاد راويه هادي، هاد الشيء اللي بقى ليا فهاد الشهر غادي نحاول، يعني ماشي غادي نخلي هذه اللي محلوله وغادي نحتفظ بها يعني لرمضان، فغادي نحاول انني نحتفظ بهذه اللي مسدوده. وغادي هاد اللي محلوله غادي نشوف كيما ان شاء الله لمالا نكمل بها الشهر كامل. المهم الا خصنا غتخصني شي حاجه قليله، وغادي نحاول ما امكن انها تكفاني باش نوفر هاد خمسة يطرو كامله وتكون مسدوده. المهم هادشي اللي كاين البنات، نحاولوا شي شويه على الزيت. المهم انا ما كان يعني ما كنقليش، ما كان يعني غير بالنسبه للكوتيات، بالنسبه للملاوي، بالنسبه هادشي اللي كياخذ الزيت. اما بالنسبه للنصيب راه حنا ما كنكثروش فيه الزيت، وكنحاول انني اي حاجه انا كطيب بالزيت نديرها في الفران. المهم كتعاونني زيت العود او زيت البلديه، ولكن باقي ما خديناهاش في هذه المنطقه عندنا هنايا، باقي ما طحناتش. وهذه اللي كاينه مهم غاليه بزاف، دايره شي 90 درهم 80، ما كاينش واقيلا 80 درهم، كاينه غير 90 درهم، ولكن يعني نتسناو حتى تطحن يعني تكون كثيره وناخذوا عود القياس ديالنا ان شاء الله يا سيدي ربي. وفاش تكون عندك زيت العود راه كتعاونك شويه على هذاك الزيت، يعني مره كتنصبي بداك زيت العود، يعني بحال الطواجن بحال هذا كديرهم بزيت العود وكتوفر عليك. ولكن حتى هي الصراحه غلات بزاف. المهم بالنسبه لهذا الشوكولات باطوني غادي نستعمل منه ان شاء الله هاد الشهر، وغادي يبقى ليا منه الا ما استعملتوش الشهر الجاي حتى هو غادي نخليه لرمضان. راه فيه كميه كبيره، ما غاديش نستعملها دقه واحده او يعني في مره واحده، يعني غادي نستعمل منه بزاف ديال المرات، وحتى التاريخ ديالو راه هو بعيد. صافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى البنات اللي قالوا لي شاركي معنا اي حاجه زدتيها في الكرتونه ديال رمضان باش نمشيو معاك دقه دقه. هادشي علاش يعني صورت لكم هاد الفيديو ديال كرتونه ديال رمضان. المهم غادي نحتفظ بهادشي هذا كامل ان شاء الله. وبالنسبه للسمن غادي فاش نبغي نصايبو غادي نشاركو معاكم هادشي اللي كاين. المهم البنات نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من ديك البصيمه الله يحفظكم ليا.
ان شاء الله كملوا معايا الفيديو حتى الاخير، باقي ما كملش الفيديو. ان شاء الله غادي نحط لكم هذا الفيديو اليوم الجمعه وغدا السبت، فكنبغي نرتاح ما كنحط لا فيديو لا حتى شي حاجه حتى الحد ان شاء الله يا سيدي ربي، عاد نحط لكم الفيديو. غادي نحاول ما امكن انني نبقى نحط لكم شويه الفيديو هكا مع 6 7. المهم راني كل مره بعد الخطرات ما كنديرش المونتاج بكري، داكشي باش مره كنحط الفيديو مع 6، مره مع 7، مره مع 7:30. المهم غادي نحاول انني نرصي على واحد الوقت. وهنايا البنات بالنسبه للتقضيه، فما شاركتش معكم انني خديت هذا الصابون هذا ديال الحجره ديال المنجل الصغير، وخديت واحد الصابون ديال الورد صابونيه، وما شريتش الصابون ديال الماكينه ديال الحوايج. غادي نحاول هذا الصابون ديال المنجل نصاوب منه صابون ديال الماكينه اوتوماتيك ان شاء الله يا سيدي ربي، حيت فلوطه فيها غير ريحه ما كتخرجش الحوايج مزيان، اخص اللي عنده الوليدات صغار. وهنايا هذا ما شريتش الصابون ديال اليدين، وغادي نحاول انني نصاوب بهاد الصابونيه هذه اللي ديال الورد، نصاوب بها الصابون ديال اليدين. المهم البنات للامانه غادي نصايبهم وغادي نقدهم الى خرجوا زوينين، ويعني يستاهلوا انهم يتبارطاجاو، فغنبارطاجيهم معكم. ويلا ما صدقش داكشي ما عنده حتى معنى، فما غاديش نبارطاجيهم معكم، وغادي نقولها لكم، غنقول لكم راه داكشي ما منوش. المهم انا عندي الصدق في كل شيء، غادي نعطيكم اللي كاين. داكشي صالح راه صالح، ما صالحش ما كاينش علاش نبقاو نجيبوا واحد الحاجه غير باش نطلعوا بها الفيديو ونضيعوا الناس. المهم انا غادي نجرب بعدا في راسي، زعما نتمنى ان هذا الصابون، هذا الصابون راكم عارفين صابون الحجره تيخرج الحويجات مزيان، اخص ديك الطبيعات ديال الدراري الصغار. المهم غادي نحاول نجرب ونقادو ونصورو، ولكن حتى نستعملو ونشوفو عطاني نتيجه عاد نبارطاجيه معكم. الا ما كاينه فيه حتى شي نتيجه فنساو، غادي نقلبو على شي مسحوق او نقلبو على شي سائل نشريه واحد اخر من غير فلوطه، حيت فلوطه ما كتخرجش الصراحه، فيها غير الريحه زوينه وصافي، عندها بحال المعطر ما كتخرجش مزيان. المهم استعملت انا ديك الغوز وديك الزرقاء والو. نحاول نرجع للابي سي واخا حتى هو ماشي شي حاجه، ولا بال حتى بال حتى هو. المهم كنت نستعمل هادو هما الثلاثه اللي استعملت انا، ما استعملتش شي حاجه اكثر من هذا، اكثر من هاد المنتوجات. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم، دمتم في رعايه.